جدا جمعية موطن الياشمين وشفناها عندها تحركات كبيرة. هي جمعية مش أمنية، هي هو الأمن الوحيد اللي موجود فيها مدنية. مدنية. ولا مدنية تعمل في نشاطات عديدة خاصة في الأحياء وعمل صامت لكنه مهم جدا. لكن ثم فكرة أنتم ما طرحتوها هنهارين، وبالحق أنا الحق فكرت فيها وشفت المعطيات الحقيقية موجودة في الميدان، هي تأمين الأمنيين. يجب نقوله للتوانسة يستشهد أمني ياخو 5 ملايين عائلته كابتال دي سي وكاو أمني. كنهار شفت واحد باندي جبد موس دغرو قتلوا لا يرحموا في كوزر اي عندها 4 أيام جمعة لا هذيك في المترو نتاع المروج. حاول باش يمنع المراه خاطر عندها الهاتف الجوال نتاعها وقعد شادد القرص ومن هنا معناها نقولوا نشكر الحرس الوطني ونشكر زميلنا اللي قام بالعمليه هذه وتعرض للحادثه هذه. كما قبل سفير يعني عندها 4 شهور حكايه ولا في اواخر اوت مش 4 شهور اقل اللي الامني اللي في الامن السياحي نتاع توزر اللي كان يامن في في سواح اجانب روس. ثم حكايه 170 سائح روس قاعد يخدم بعد تعرض. ثم مواطن من ذوي السابق العدلية اللي هو عنده قضية سبقت قبل الأسبوع ذاك في مذاقة السواح، اختاد السيد وهو معناها موجود على في مشهور تفتيش ديريكتور مو اعطانا الأمني وقعد الأمني معناها بيان سور احنا ما ثماش قرار وفرق الحياة معناها رحموا عليه برشا برشا هو ما ثماش سلم ايوه. وهذا يقول يا سفيان ما نعديوهاش هكاك، هذه نولي عندنا اشكال هنا خاطر راهو يا سفيان راهو الامن السياحي هو حجرة الزاوية بالسياحة التونسية. كيف باش تحكي على الامن السياحي راهو تحكي على حجرة الزاوية. الامن السياحي راهو احنا سواحنا ولا الجانب نتاعنا كي يجيو لتونس ينجم يجيو باش يزوروا تونس ويزوروا مواقعنا الجميلة ويزوروا بحرنا الباهي ويزوروا هوانا وكل شيء. لكن ثم حكاية أخرى راهو ثم ساعة ساعة سواح باش يجيو ولا أجانب باش يجيو باش يجيبوا لنا معاهم إفات والافات اكثر من 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 مما تتصور خاطر الجريمه الوقت الحاضر في تونس بعد الحريه هذه والزخم من الحريه الكبير اللي خديناه في البلاد والقوانين اللي موجوده اللي هي تضمن الحريات والحقوق. هو كان نرجعوا للارهاب في تونس عندنا مئات الشهداء سقطوا في الارهاب. ما سماش سلم تفاضلي في الشهاده لكن 95% من السقط هما أمنيين وجيش وحرس وديوانة وكذلك حتى من الحماية المدنية وكذلك مواطنين، لأن الإرهابيين يعرفوا أنه آخر حاجز بين المجتمع التونسي والإرهاب هو القوات الأمنية والتوانسة بيانسور يلزم كلنا ذاك الأمني وكلنا أمن تونس. لكن على ما يبدو تو مثال شفت خبر البارح سمعته وأنه وزارة الدفاع مثال ولا وزارة الداخلية بعد ما يستشهدوا ناس يعطيهم ترقيات ويعطيهم أوسمة أتيت البوستوم وغيره. لكن سما يقول لك زاد عاشت منا في عام بابا جابوا له عنقود. يعني اليوم حتى الأمني وقت اللي يستشهد من بعد ما يلقاش عائلته ما تلقاش معناها السند المالي والمادي والمعنوي الضروري. وجبتوا انتم قضية تأمين الأمنيين اللي هي مش لا شيكة جدا. طبعا طبعا كان تعطينا المشروع انتم عندكم مشروع كامل قدمتوه أعطينا المشروع كيفاش. شو سفيان احنا لو حاضر قاعدين نخدموا على المشروع هذا قاعدين نديب المشروع هذا. لكن هات نبداو الحكاية من الأول خاطر كيفاش تبدا انت نعرف تحب براغماتيك وتحب تبدا الحكاية من الأول. اذا كان المواطن التونسي هذا اللي باش يولي امني شنو زعما المراحل اللي باش تعدى بها؟ اذا كان انا نسكن مثلا انا كامني ونسكن في خارج تونس في بقعه من الريف تاع تونس مثلا بعد كابسا ولا شنو باش نهبط وانا باش نعمل مطلب باش نجم ندخل وزاره الداخليه عندي تعدى بعده مراحل والمراحل هذوما يتكلفوني برشا فلوس وتنجم تكون العائله معوزه. كيفاش السيد هذايا واش تكلفت له هالدخول للوزاره الداخليه الساعه اللي انت دير الوزاره الداخليه تكلف له؟ أيوة. قداش ماشي وجاي؟ قداش فلوس صرفت؟ قداش صرفت عليه فلوس من عائلته وهو قاعد يتدرب؟ بون هذا عند التوانسه كل لحظه سيدي. أيوة. وبعد هنا لك العائله المعوزه اللي عندها ولدها تخليها يخدم موظف هكا ولا أيوة. مش بعد يعاونها بعد انت ما تنسيش اللي في دار وزير الداخليه في القصرين شو اسمه بن جدو بن جدو وصدت الاحكام من عندك كفايه اربعه صغيرات اربعه وانا شفت الاحكام اربعه صغيرات ماتوا كيك معناها صغيرات راهو اذا نقولوا الاعمار تتراوح يا سي سفيان بين 20 و24 شباب معناها هذوما شباب نواره
نورات السيد هذا من واحد حاطينه هذوما في الجراج. هذوما الوليدات مش عندهم عائلات اكيد معناها فاتوره دفعت مرتين تعتبر الفاتوره الاولانيه هو احنا في بلادنا في حومتنا شكون المية خسرت الكبن لكن هنا ولينا عندنا العائله فقدت ولد ولدها فقدت الكبد نتاعها وسنين فقدت فقدت مولد رزق ومالته واولاده اللي خلى مرته قبل ايوه هنا صحيح احنا عندنا كيفاش نقولوها حاجات من عند ناخذوها من عند ادارتنا هي لو كابيتال دي سي وعندنا 500 دينار ولا 1000 دينار نتاع الوفاه لكن هنا اذا كان 1000 دينار وهنا راه اوتوماتيكمون مش بالعاني باش نقولوا شهريته راهي تتوقف اوتوماتيك بما ان احنا نتبع الوظيفه العموميه وعندنا داف وعندنا قانون وعندنا اداريات وعندنا تطبيق اداريات باش توقف شهريه نتاعو بما انه خارج العمل مش يخلوا شهريته تمشي اتفقنا يعني هنا انا بين قوسين سنفتح القوسين هذوما نشكر السيد وزير الداخليه والسيد مدير عام الامن الوطني مش نشكرهم هكاك لا نشكرهم شكر كبير برشا على خاطر البادرة اللي قاموا بها مؤخرا هي خول عون هذايا نتاع المسيحي نتاع طوز اللي توفى خوه وقع انتدابه بسلك الامن باهي شوف لكم كذلك انتم عندكم موقع تتحركوا ياسر على الفيسبوك عملتوا انترفيو للسيد المعتمد نتاع السيد حسين السجومي اللي كان قلت البارح معناها حادثه هي توا امام القضاء المساله دونك احنا الحق ترى ما هي من نظر القضاء ما حبيناش نحكيوا عليها لكن انتم كانكم متضامنين معاه يعني عملتوا له انترفيو وشفنا حتى نشاطات قبل انتم معاه اي بيان سور ثم نشاطات قديمه قديمه معاه هو وبكل برشا معتمدين يعني انتم فوز افي بلي في كوز وقلتوا له مظلوم دونك تولي كات فيغور وانتم معاه متضامنين ما انتظرتوش معناها لان هي في محل احتفاظ لمراه لحد الان يقضي وما يعرفوش معناها القاضي باش يتبع ما يتبعش يشد يعمل يصدر بتقنية دعم باش يحيل شنية الإحالة متاعه هي بركة ولا هو يعني لحد الآن ما زالت المسألة من أنظار البحث الابتدائي تحت أشراف القضاء لكن أنتم أخذتوا موقف عليه احنا منش قاضي احنا منش بضعت احنا منش قاضي والقضاء هو الكلمة الأخيرة في الأشياء هذه لكن شو قلت حاجة تاريخ سيد المعتمد هذا كما عدت معتمدين احنا كجمعية موطن الياسمين انا رئيس جمعية عندي مرصد كما عدت مرصد خدمة برشا برشا معتمدين وبرشا اماكن في تونس فيهم ولايات ومعتمدين وكذا وخدمة لكن الشيء اللي نعرفه على السيد المعتمد هذا اللي الرجل هذا رجل طيب برشا ورجل خدام وانت تشوف المسار نتاعو من وقت اللي تحط يعني بعد الثوره الى حد الان ما ثماش معتمد قعد في مكان حساس ومهم ياسر كيما سيد حسين السجومي ودايور هو في الفيديو نتاعو شو يقول اهالي سيد حسين السجومي اعطوني دافع هما عاونوني هما خلوني لا يا اخي كيفاش كي تحرقت مثال المعتمديه الاهالي هي الاهالي رجعوها معناها في ورشه فونكسيونيل يعني هنا ما اعتمدش انا مانيش في القضاء ومنش باش منش قاعدين نوصفوا فيه احنا وقفنا معاه على خاطر نعرفوا السيد هذايا، السيد هذايا عمل معانا عده نشاطات. يعني تعتبروه مظلوم في الحادثه هذه دونك اللي كانت في بيوت. شوف شوف انا كامني ولا انت كمواطن كي تغزر بعينك شو تقول؟ تقول ثم واحد باش يتحرش بالموظفه نتاعو لبرا خارج المعتمديه. لا احنا مش بدناش كلمه تحرشك انت مثال سمعنا السيد ولي تونس قال كاريمون وانه نفعل المسألة هذه وقال اعتداء على موظفة مباشرة العمل نتاعو طبعا هنا والاحتفاظ شملها هي اكثر من حاجة اخرى احنا في جمعية موطن الياسمين هي اللي جسمها نخدموا ياسر على المواطنة المواطنة الستونتي اول حاجة واذا كان احنا المعتمد هذايا راهو هو معتمد هو اقرب حاجة من السلطة اقرب سلطة للمواطن اذا كان نشوفوا احنا اقرب سلطة للمواطن يقع الإهانة نتاعها بالطريقة هذيك ونشوفوا كذلك احنا شبيه وقت قال سيد احنا لا نتهموا الجمعية هذه اللي حتى هو اللي حكي عليها لكن وقت نشوفوا ندخلوا للباج نتاع الجمعية شنو نلقاو؟ نلقاوها من نهار اللي شاد المعتمد هذايا إلى حد الآن ما عندها حتى خدمة. كان أعطى حقائق مزيفة. هي مطروحة للنقاش هنهارين هي الأمنيين والجيش هل أنهم يشاركوا في الانتخابات حق الانتخاب ام لا وثم نظريات من هنا مغادي ثم اللي يرفضوا اطلاقا ثم اللي يقولوا نقبلوا لكن نلجؤها الى ما بعد مازلنا ما نشمل كما مجتمعات امريكا ولا بلدان اخرى ثم اللي يقولوا الامن يفوتي الجيش لا ان توكا ثم نظريات عديده والمساله معناها مرشحه باش تكون فيها حوار كذلك في البرلمان ثم مشروع حكومي يعاودوا يرجعوه البرلمانيين بعد التقاء معناها رؤساء الكتل النيابيه الى الحكومه من اجل اعاده صياغه القانون. انتم شو موقفكم؟ شوف سفيان انا قبل كل شيء باش نرجع لك احنا
جمعية موت الياسمين جسدناهم نخدم ياسر على المواطن قبل كل شيء. قبل ما تقول احنا شكون كأمنيين، انا تولدت في تونس هنا وعطوني مضمون تونسي وعطوني المواطنة متاعي. المواطنة متاعي من نجم حالي حتى حد بالنسبة الأمني هنا ما نش نحكي ولا عن انتخابات رئاسية ولا على انتخابات الشريعية. هنا الوقت الحاضر ذاك في شيء ذاك النجم نحكيه هنا ما نجموش نحكيه. ما تنجمش تقول لي انت يا سفيان انت رئيس البلدية السيدة دايا اللي بيشد رئيس البلدية علاش باش تنتخبوا انت سفيان على برنامجه بقطع النظر على شنو هو الديولوجيا اللي عنده ولا شنو هو العزم اللي يسيره. انا بالنسبه لي السيد رئيس البلديه دي شنو باش يقدم لي. انا كمواطن تونسي كملت العمل نتاعي اللي هو امني ومشيت روحت لداري. انا مش عندي صغار لازم يعمل لهم ملعب السيد رئيس البلديه هذايا، مش عندي صغار لازم يعمل لهم دور ثقافه، واذا كان بنتي مغرومه بمسرح ولا ولدي مغروم موسيقى مش عندي. انا لازم يعمل لي محيط خارجي سليم باش نجم نعيش فيه انا وصغاري وعائلتي. داك كله وين علاقه سببيه هنا؟ علاقه سببيه كتقول لي انت ما تنتخبش معناه انا والحاجه كما اقول لك الامني هو طرف في العمليه الانتخابيه. عمرنا ما كنا طرف، سامحني يقولوا كنا طرف في العمليه الانتخابيه. احنا لا لا معناه تامين العمليه الانتخابيه والجيش هو اللي يخبي اسنادك والابن يشرف على حمايتك. ويقول لك كذلك ولو هو ثم خاطر البعض يقولوا ما خدتوش الاحزاب لكن عندهم حق الانتخاب الامنيين كما القضاة مثال. لكن يقول لك لا هو زاد باش ينتخب ما ويمشي الحجم ونجم غدوه يلقى روحه كولونيل مع مثال محافظ ولا غيره في شراع ولاخر مأمور ولاخر كذا واحد مع النهضه ولاخر مع النظام ولاخر مع هذا ديجا ارغيومون كيل دون. احنا ما تعرف اون بليش با دو فو بور افوار لو جوست نعطيو تو لي ارغيومون معناها احنا موقف حاسم نهائي بقدر ما نسال معناها الفرقاء. يعني انت تعتبر من الفرقاء باعتبار عندك كاسكيت نتاع امني طبعا. دونك اليوم شو تجاوب الناس اللي يقول لك زاد انخلاط الامنيين في التجاذبات السياسيه ممكن ان يؤثر على العمليه الامنيه، خاصه انه الامني في الانتخابات كذلك مفروض انه يتسم بالحياد لتامين العمليه الانتخابيه ولا الجيش مثلا يقولوا نفس الشيء على الجيش ولا الحرس ولا الديوان. اي نعم. شو تجاوبهم انت يقولوا هذا؟ شو سفيان؟ انا نجمش نعرف الايديولوجيا نتاعك راهو. ما تنجمش نعرف الايديولوجيا نتاعك. انا لا صعيب. يا عين عليك. كل مواطن تونسي ما تنجمش تعرف الايديولوجيا نتاعو وين؟ لا عدة أشخاص ما تنجمش تعرف. ثم اللي حمل همامية سري. عماد الحمامي نهضوي. فهمتني؟ لا معناها ثم الناس منتبهين وحق ولا والله مستحب انه الناس يكونوا عندهم. خليني نفسر لك سفيان. اي تفضل. شو كأم نجم انا نكون شنو يمنعني انا باش يكون عندي تفكير ولا عندي مش انتماء عندي سمباتيز معناها. شكون سمباتيزون العبد معين ولا حزب معين؟ اسكو من حقي انا باش نكون نحب النداء خاطر تعجبني؟ اسكو مش من حقي انا باش نكون نحب حركه النهضه تعجبني؟ اسكو مش من حقي باش نكون نحب انا 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 حمل همامي ولا جبهه الشعبيه اللي تعجبني وتدافع على حقي؟ من حقي هذه مش الداخل عندي قلتهولك انا ما قلتهولكش مش ثم خلوه في الانتخابات هذا يقعد بينه وبين روحه. نعم. اليوم العلاقة نحسوها كل مرة نقولوا تتحسن لأنه نرجعوا للمربع الأول. شنو هو الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها؟ شوف احنا في الإقلام هذايا نخدموا على عندنا مرصد لتحسين العلاقة بين رجل رجل الأمن والمواطن. وترسيخ مفهوم أمن الجوار، بوليس بروكسيبيتي. نحبوا نرجعوا يا سفيان كما كنا قبل في الحلفة وين وبمسويقة ولا في أي بقعة ولا في القروان ولا غيره. أيوة. نحبوا نرجعوا لعم صالح ولعم خميس والرجال هذوك الكبار اللي نحشوا منهم ونقدروهم ونحبوهم ويكونوا يحكيونا بلوس باش يكونوا يحبونا ويقربنا اكثر الامني هذايا ونقدروه ويعرفنا هات نحيو هالحاجز هذايا اللي ما بيناتنا. ثم قوانين يا صديقي أيوة حبيب الله قوانين جديده اللي هي تساعد وتساعدنا باش نجم نكونوا تتحسن العلاقه راهو المواطن الامني هذايا معناها بوليس دو بروكسيميتي سي لا بوليس دو بروكسيميتي وهذايا ونشير لك هنا القانون عدد خمسه اللي حكينا عليه قبيله اللي هو يضمن الحريات الفرديه والاساسيه. هنا ما عادش عندنا ما نجمش نعتدي عليك ما يخلينيش القانون باش نعتدي عليك حتى لو كان نحب نعتدي عليك ما يخلينيش القانون نعتدي عليك ما يخليكش الجيول تمشي للجيول انت مضروب. هذا مكسب كبير مكسب للامنيين باش انا ما عادش نتحمل مسؤوليه حتى موقوف ومكسب زاده للمواطن باش يكون المواطن يدخل اي معناها مركز ولا اي فرقه يكون عنده حق يكون معاه محامي وياخذ حقه. ما تم الغيب بدون تجاوزات
تجاوزات راهو الايجا نقول لك من بعد الثوره لتوا زاد وسي ما ننساوش راهو المضرين راهو ثم حاجات هنا نقولوا بهين وهنا نقولوا ثم نقص خايبين راهو زاد المتهم كيما ينجم يكون بريء كيما ينجم يكون مجرم والقانون يحميه وزاد كذلك ثم المتضرر اللي قانون ما يحميش لذا احنا هنا مازلنا قلت لك ساونا اولى ومازلت من هنا ادروات يا جوش مازلنا احنا شنو قلت المواطن التونسي هذايا الامني راه ولد حومه وعنده حومته وعنده عائلته وعنده اتجاهاته وعنده شيخته وعنده كيفه اللي يحبها راه ثم برنامج كامل راه ثم دورات تكوينيه في الشيء هذايا باش نجموا نكونوا ناس باش ينجموا يقربوا المواطن مش تعلموا يقربوا احنا في الوضعيه هذه مثلا مشينا لدار العجز في قبل رمضان اللي فات هذايا مشينا عملنا بطاقه تعريف الهويه نتاع المواطنين اللي موجودين في دار العجز كان شفتهاش يعني في الاعلام احنا في رمضان مشينا كبوليس بروكسيمتي كمراكز الامن الجوار اللي معناها عندنا مراكز نموذجيه اللي عندنا مركز طابق وعندنا مركز المرسى مرسى طابق وعندنا مركز العطار اللي هو يتبع المعتمد هذايا صارت له اشكاليه وخدم معنا السيد المعتمد هذايا في موضوع يمس البوليس بروكسيميتي اللي هو جبنا ناس الزواوله اللي موجودين يعني على تواخم سجومي غاديكا وهزيناهم معنا وزادوا مشاو على الختان هما وابناء الامنيين في مستشفى المرسى يعني بيت السيد وزير الداخليه طبعا هزيناهم الكل في المستشفى قوات الامن الداخلي في المرسى هنا باش نحبوا نعملوا انقرابه بشويه بشويه وثم بروجرام راه مش هكاك ما تنجمش دجور الانظمه تقول لك راه تحكي العلاقه موجود لكن هاو نبداو احنا كمجتمع مدني كمجتمع مدني نقولها ونقول راني مجتمع مدني قاعدين نخدموا على الشيء هذا وثم الدوله زاد كذلك وعندها برامج معينه قاعده تخدم عليها يعطيكم الصحه الدوله عندها عمل باش تعملوا طبعا عندنا باش في الجمعيه ان شاء الله قاعدين نفكروا احنا عندنا ندوه حول العنف داخل الملاعب ماذا بينا كل الاطراف تعاوننا كجمعيه مطلسين كجاست من هوم مهم جدا باش نبداو في الموضوع هذا باش نكونوا شريك اساسي مع الجامعة التونسية كرة قدم مع وزارة الشباب والرياضة والأمنيين كذلك باش يكونوا ناس كل شركاء باش نحاولوا طبعا الرابطة الوطنية المحترفة الأولى باش نكونوا مع بعضنا باش نحاولوا نقصوا من هالعنف هذا المتكرر في الملاعب نتاعنا لأنه بلا جمهور كذلك الفرجة ناقصة وبيان سور أدوات خرجوا للجمهور الملاعب وإحنا البرنامج نتاعنا هذا تحت شعار نحب نتفرج ان شاء الله بحول الله يكون فرجه ومتعه بدون عنف وان شاء الله التوانسه كل حب بعض وزينا من العمل خاطر وصفين الملاعب كلها وليت نحبوا نقصوا من التدخل الامني علاش التدخل الامني في كل شيء علاش ما يكونش الامن بعيد على روحه ما تدخلونيش معاكم في متاهات الانجليز عندهم تجربه مهمه في هذا نقصوا خاطر كل شيء العمل الامني كل شيء عمل امني ياسر خلينا نقصوا شويه من العمل الامني نخليوا المجتمع المدني وخليوا المجتمع المدني شريك مع وزاره الداخليه ومع الجامعه التونسيه لكره القدم وهو يعطي الاضافه في الشيء هذا شكرا بك يا سليم العقربي رئيس جمعيه مواطن الاسلام شكرا لك بارك الله فيك